اليوم الثامن من ذي الحجة المسمى بيوم الدروية الذي يصنف ضمن مناسك الحج والذي يقام بمشعر ميناء، لذلك فقد أقلت العشرات من الحافلات الحجيج الجادين إلى هذا المشعر. بحسب الخطة التي وضعتها اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة، وهي خطة متعلقة باستضافة الحجيج في هذه الخيم التي أعدتها لهم مسبقا، وهي خيم تتفق وكافة خيم حجيج العالم في هذا المشعر الذي يبيت فيه الحجاج ليلة واحدة، يصلون فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر أيضا، كل ذلك قصرا ومن غير جمع. عقب ذلك وفي يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة سيسير الحجاج من ميناء إلى جبل عرفة جبل الرحمة من أجل الوقوف عليه، لأن الحج هو عرفة، بحيث يصلون فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبالتالي ستوجهون فيه بالدعاء إلى المولى عز وجل. يشار إلى أنه من جانب آخر فإن فريق الأمن المرافق للحجيج الجادين قد اكتشف هنا العشرات من المتسللين الذين يحملون أوراقا مزورة بين الحجيج الجادين، متسللون لم يأتوا معهم رسميا من البلاد.